ده الجزء الثاني من شارع الرئيس العراقي عبد السلام عارف في اسكندرية، لأننا نسينا نقول حاجة مهمة جدا، وهي إن الشارع ده سكن فيه راجل عظيم وهو القبطان هشام بك النعناعي، خال مراتي والصديق العزيز والأقرب لقلبي. أشهد الله إنه خلال معرفتي بيه إنه كان شخص هين لين ظريف لطيف طيب القلب، لم أرى منه غير كل طيب وسماحة ولطف وكرم ضيافة لأبعد الحدود. رحل لدار الحق من دار الباطل النهاردة 11 ديسمبر 2023 عن عمر 65 سنة، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وألحقنا به على خير بإذن الله تعالى. إلى اللقاء يا صديقي العزيز.